أهلا بكم مجددا في محورنا الأخير. سنقف عند التهديد الروسي باستخدام السلاح النووي أثناء الحرب الأوكرانية. توعد ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي بأن الرد الروسي سيكون سريعا وقاسيا إذا تعرضت شبه جزيرة القرم وعمق الأراضي الروسية للقصف، في وقت أعلن فيه الجيش الأوكراني التأهب الجوي العام تحسبا لهجمات جوية جديدة تتعرض لها البلاد. وقال ميدفيديف في تصريحات صحفية إن روسيا مستعدة لاستخدام جميع أنواع الأسلحة بما في ذلك النووية، وذلك بحسب نوع ومستوى التهديدات التي تتعرض لها، مشيرا إلى أنه في حال شن ضربات أوكرانية على القرم لن تكون هناك مفاوضات ولن يكون هناك سوى الضربات انتقامية فقط. كل أوكرانيا المتبقية تحت حكم كييف ستحترق. في سياق متصل أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية أن باريس وروما ستقدمان نظاما متطورا للدفاع الجوي لحليفيتهما كييف. وقالت الوزارة إن باريس وروما ستقدمان لكييف في الربيع منظومة دفاع أرض جو متوسطة المدى من نوع مامبا لمساعدة أوكرانيا في حماية نفسها من الهجمات الجوية الروسية. ونجدد الترحيب بضيفنا أسامة البشير الكاتب والباحث السياسي، ضيفنا من بروغاس من بلغاريا. مرحبا بك سيد أسامة. مجددا، أن تصر روسيا على لسان ميدفيديف لأن تهدد بالسلاح النووي في حال تعرضت أراضيها لهجمات، لماذا وصلت روسيا إلى هذا المستوى بالخطاب، وكيف يمكن أن يفهم؟ هل هو فعلا جدي؟ هل يمكن أن تقدم روسيا على هذه الخطوة، أم أن هناك أمر ما دعا ميدفيديف لأن يخرج بهذا الكلام؟ التهديدات الروسية منذ البداية كانت بالنووي، والحقيقة يعني ليست أول مرة يهددون بالنووي، ولكن عندما يتم التضييق وتم التصعيد من قبل أوروبا والغرب بتزويد بالسلاح، الرد الروسي يكون بالتهديد بالنووي. الحقيقة هو آخر سلاح يملكونه هو النووي، فقد استخدم الروس كل أنواع سلاحهم في هذه الحرب، وكل ما يقال أن هناك سلاح متطور وسلاح حديث سيظهر وسيستخدم كله مجرد حرب إعلامية لا أكثر. بوتين كان يعول على سلاح الغاز، وهو أقوى سلاح كان يريد، بل أقوى من السلاح التقليدي، لأن يخضع أوروبا في الشتاء، لكن لم ينفع سلاح الغاز، وعند لم ينفع سلاح الغاز عاد فهدد بالنووي. الحقيقة الحرب هي الكلفة اليومية لهذه الحرب بالنسبة للروس هي 165 مليون دولار، فهل يستطيع الاقتصاد الروسي تحمل تبعات هذه الحرب لفترة أطول؟ هم يريدون إنهائها بأقصى سرعة، ولكن الأمريكان والغرب يريد استنزاف روسيا لأطول وقت ممكن. طيب، لذلك التهديد النووي لن يصل إلى مرحلة الاستخدام، يعني هو مجرد تهديد برأيك نتيجة ظروف معينة تتعرض لها روسيا وهي ضغط فعليا؟ يعني 100 دبابة تم تزويدهم للأوكران بها، نرى أن أرعبت روسيا، فأين هذه الدولة العظمى التي تعتبر الدونيسك، تقدمها بالدونيسك أو احتلالها للدونيسك هو تحرير وانتصار كبير، بينما هنالك وهي مدينة لا يتجاوز عدد سكانها 30 ألف نسمة، فكيف هذا الانتصارات؟ يعني عندما نرى إعلامهم ماذا يتحدث، نرى نسخة عن إعلام الممانعة والصمود الذين يحولون كل هزيمة إلى انتصار. طيب، كيف سيؤثر هذا التصريح على الدعم الأوروبي لأوكرانيا برأيك؟ لا أعتقد أنه سيؤثر، هددوا سابقا والدعم مستمر بكل أنواع الأسلحة، ولن يخيف أوروبا ولا يخيف أمريكا، فأوروبا وأمريكا أيضا يملكون السلاح النووي، وأمريكا تملك السلاح النووي وبريطانيا. أضف إلى ذلك رئيس الاستخبارات الأمريكية السابق صرح بأن استخدام النووي ليس كبسة زر، وإنما يحتاج إلى من 20 إلى 23 دقيقة كحد أدنى لاستخدامه، عندئذ نكون قد أغرقنا الأسطول الروسي بالبحر الأسود ودمرنا النووي في هذه، والأعين مستمرة بمراقبة السلاح النووي الروسي، لذلك لن يصل إلى مرحلة استخدام السلاح النووي. طيب، كان هناك أيضا تصريح بأن من ميدفيديف بأن أوكرانيا ستحترق بالكامل إذا قامت بضرب روسيا، هل هناك معلومات لدى الروس مثلا بأن الأوكران يجهزون لضرب القرم أو أراضي روسية، خصوصا بأن أوكرانيا فعلتها سابقا، قامت بقصف القرم؟
أولا أوكرانيا بالنسبة إلى أوروبا ولأمريكا هي أرض أوكرانية، ولذلك كان سابقا السلاح كان شرط على أوكرانيا السلاح المدعومة به ألا يستخدم خارج الحدود الأوكرانية، لكن بعد القصف العنيف الذي استمر على كييف وعلى المدن الأوكرانية طلب زيلينسكي والقادة أن يكسروا هذه القاعدة ويكون لهم الحق في استخدام السلاح خارج الحدود، فوافقت أمريكا، وأعتقد أن هناك 600 صاروخ بعيد المدى وصلت من بريطانيا أيضا إلى أوكرانيا. أضيف إلى ذلك أن الروس يبدو أنهم قد استعدوا لهذه الضربة، وتحديدا موسكو فقد وضعوا في الحدائق دفاعات جوية، وفوق وزارة الدفاع ووزارة الإعلام وضعوا دفاعات جوية تحسبا لأي هجوم يطال موسكو. لذلك أعتقد أن الحرب في تصعيد مستمر والسلاح مستمر بالدعم، ولن يوقف أوروبا، فهي يعني الهزيمة لأوكرانيا هي هزيمة لأوروبا والناتو، وهذا لن تسمح به أوروبا ولا أمريكا. لذلك المعركة القادمة ستكون دموية بكل معنى الكلمة. طيب اليوم إن لم يتم استخدام السلاح الكيماوي كما قلت هو مجرد أداة تهديد، ما الذي تريده روسيا، غاية روسيا وراء هذا التهديد، يعني ما هي النتيجة المباشرة التي تريد الحصول عليها برأيك؟ تريد من وراء التهديد الجلوس إلى التفاوض وليس استمرار الحرب. فقد نعلم، فقد علمنا تماما أنه جمع احتياط وأعلن النفير العام، وآخر احتياط له 300,000، هؤلاء يعدهم للهجوم، للمشاركة بالهجوم الذي يعد له الآن. إضافة إلى ذلك أن الفشل في الجيش الروسي في كل معاركه كان واضحا تماما، فاستعان بشركة فاغنر، ولذلك التهديدات هذه هي للجلوس للتفاوض وليس لأجل ردع أوروبا من دعم من استمرار الدعم، ولا أمريكا يعني لإيقاف الدعم، فقط للتفاوض وللقبول ببعض الشروط وللخروج، لا منتصرا ولا مهزوما. يعني هذا يعني ما بده المنتصر، يعني ممكن بوتين موافق على الحالة هي حاليا، لأنه الشعب في روسيا بدأ يعاني من مشكلة اقتصادية، وخرجت مظاهرات في الحزب الشيوعي في الساحة الحمراء، وإن كان الحزب الشيوعي لا يتمتع بقاعدة شعبية كبيرة لكنها بادرة لكسر هذا الطوق الحديدي، منددين بسياسة بوتين، منددين بتدميره للجيش وللاقتصاد، وأعتقد أن الأيام القادمة ستشهد أيضا مظاهرات أخرى. لذلك أن بوتين مستعجل وبسرعة من أمره لإنهاء هذه الحرب بأي طريقة كانت، والتهديد النووي هو فقط لفتح باب للتفاوض. أشكرك كثيرا أسامة البشير الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من بروغاس بلغاريا. بهذا مشاهدينا نكون وصلنا لختام سوريا اليوم لهذه الليلة، دمتم بخير، إلى اللقاء.